جهاز الدبس، دبس ماشين او متوازي، ممكن تسوي بالجهاز او تسوي حر. متى تخليه حق عضله التواي تواي سيبس، ومتى تخليه حق الصدر السفلي؟ اذا كان الكوع من داخل وحركه رفع ودفع، رفع للخلف ودفع، راح يكون حق عضله التواي سيبس، خاصه اذا كان جسمك مستقيم. ولكن اذا خليت شوي لداخل رايح لجنب وفي حركه ضم، الضم حركة الضم هذه مع ميلان بسيط، والكوع ما يروح للخلف فوق، راح يروح جانبي ويروح لداخل، جانبي لداخل. انت هنا قاعد تركز حق صدر السفلي، فهذا الجهاز عندك او تقدر تسوي بالحر متوازي نفس الطريقة او اي جهاز ثاني غير هذا الجهاز.